بسم الله نبدأ كلامي، قسنطينة هي غرامي. عمي، من مدينة الجسور المعلقة، وكيل موبيلي جاب لكم عقار ولا أروع. تابعوا معنا الفيديو. احبابنا احباب الوكيل موبيلي، انتم اللي دائما تسناو في جديد الوكيل ليكيب. اليوم رانا من عاصمه الشرق الجزائري، من ولايه قسنطينه. ليكيب جبنا لكم عقار ولا اروع، اكزاكت في حي الريم، بلديه بوصوف، دائره قسنطينه، ولايه قسنطينه. ليكيب رانا في بلاصه قريبه كامل لكوموديتي، كل حاجه متوفره على بالكم. باللي قسنطينه كبيره وشاسعه وموفمونتي ومعروفه بالسياحه تاعها، ايضا مكان ولا اروع. هذا هو حي الريم. ليكيب جبنا لكم قطعه ارض بعقد موثق في حي الريم، في هنا في بلديه بوصوف. ليكيب المكان اللي انا فيه يتوسط بنايات فيلات، يعني بنايات راقيه، حتى دي بروموسيون ايموبيليير اللي بدات تعمر البلاصه هذه، وداير هاوليك لومبلاسمون تاع قطعة على الأرض تاعنا اللي راهو يتوسط منطقة عمرانية. ليكيب ولا أروع، كل حاجة قريبة لها كما نشوفو، كامل محاطة كامل بنسيج عمراني مهم ومهم جدا. وحاجة واحدة أخرى أنه منظم، يعني ماشي حاجة فوضوية ولا، معناتها كل حاجة بقانيها كما يقولوا. ليكيب هاي لك قطعة الأرض تاعنا اللي راهي مساحتها 188.32 متر مربع، هذه بالتحديد حاجة شابة في قطعة الأرض تاعنا، انه فيها ثلاث واجهات. ليكيب وين قليل وين تصيبها ثلاث واجهات كما نوريكم بصباعي. انا نشوف بلي كاين حد بيننا وبين قطعات اخرى، هذيك الواجهه الاولى، الواجهه الثانيه كما هذه الجهه، والواجهه الثالثه اللي راهي تقابلنا من هذه الناحيه. ليكيب عقار ولا اروع، كل حاجه قريبه ليك. هنا كاين ليلين تاع الغاز والماء والكهرباء والانترنت في بروبتيك، عندك كل حاجه قريبه ليك. ملعب، مسجد، ابتدائيه، متوسط، مركز بريد، عيادة، مدرسة خاصة وعيادات متخصصة أخرى. منطقة هادئة وداير ما نش بعد على المول تاع قسنطينة، طريق السيارة 10 كيلومتر. بنايات فخمة كما شفتوا، وقرب الإقامة عسكرية هنا في هذه المنطقة. ليكيب سعر العقار تاعنا راهو 1.8 مليار قابل للتفاوض، 1.8 مليار نيغوسياب. ليكيب تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في تعليقاته في الوصف، ومع الوكيل الموبيلي دائما نجيب لكم عقارات مميزة. واستناو العقار اللي راهو جاي يعجبكم بزاف. سلام.